أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الأنبياء في هذه الدورة المباركة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إذا رآك يا محمد هؤلاء الكفار فإنهم لا يقارعون الحجة بالحجة، ولكنهم يستعملون أساليب الضغط عليك لصدك عن الدعوة إلى دينك، ومن الأساليب التي يستعملونها الاستهزاء والسخرية، فهم يسخرون منك ويستهزئون بك ويحاولون تثبيطك عن دعوتك. والعجيب أن هذا الأسلوب إلى اليوم لا زال مستعملاً عند هؤلاء الكفار وعند أذنابهم، فهم يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويتخذونهم هزوا. وسيأتي إن شاء الله في سورة المؤمنون ماذا سيكون حال هؤلاء في يوم القيامة عندما يلتقون بالمؤمنين، فيؤنبون ويعاتبون ويثربون على كونهم سخروا من المؤمنين ويسخر المؤمنون منهم. وقد جاء مثل هذا في سورة المطففين عندما قال الله عز وجل: عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي يضحكون ويتفكهون بالاستهزاء على المؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، أي في يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون جزاء وفاقا على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى، قد ثوبوا وجوزوا. قال الله عز وجل: إن يتخذونك إلا هزوا. وفي سورة الفرقان: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي بعث الله رسولا، يقولونها على سبيل التحقير، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني هم يتعجبون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب آلهتهم فيقول إنها لا تسمع ولا تجيب ولا تنفع ولا تبصر ولا تضر، فيقول: هذا الذي يذكر آلهتكم بالعيب ويذكرها بالسوء، طيب وأنتم ماذا تقولون في حق الله؟ إن كان محمد قال ما قال فقد قاله بحق والدليل معه والواقع يشهد له، لكن أنتم هذا الذي قلتموه في حق الله وادعيتم أن لله صاحبة وولدا، من أين جئتم به؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. من هو الإنسان هنا؟
قيل الإنسان آدم، ومعنى خلق الإنسان من عجل أي خلق الإنسان عجولاً، كأنه من كثرة ما طبع على العجلة كأنه خلق منها، وكأن العجلة قد خلطت في طينته. وهذا ظاهر في طباعنا، نستعجل، نريد كل الأمور تنتهي بسرعة. ولو أن الواحد منا مثلا الآن أراد أن يعود إلى بيته فتأخر يعني مثلا 10 دقائق لضجر وتعب نفسيا، مستعجل في كل شيء، مستعجل يصلي فيستعجل، ويزرع فيستعجل الثمرة، ويدرس أو يطلب العلم فيستعجل أن يكون عالما أو متعلما للعلم الذي يطلبه في أقرب فرصة. خلق الإنسان من عجل، يعني خلق عجولا، وعلى الإنسان أن يكافح هذه الصفة، لا يتعجل الأشياء بل يأخذها شيئا فشيئا. قال العلماء إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض بالكلمة كن فتكون، ولو قال لها كوني لكانت كما يريد الله عز وجل في أسرع من لمح البصر، ولكن ليعلم خلقه الأناة في تكوين الأشياء وصنعها وإبداعها خلقها في 6 أيام، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، جعل آدم في آخر شيء خلقا، ولم يخلق شيئا يوم السبت جل جلاله، وما مسه من لغوب، تعالى الله عما يقول اليهود علوا كبيرا، فإنهم يقولون إن الله لما خلق الخلق تعب فاستراح يوم السبت فنحن نستريح يوم السبت، فاتهموا الله بهذه التهمة التي يقف شعر الإنسان من هولها، كما قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن إذا قلنا إنه آدم فيكون المعنى أن آدم خلق وفي طين لكثرة العجلة فيه كأنها خلطت في طينته، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء وكان الإنسان عجولا، لما ذكر دعاء الآباء على أبنائهم بيّن أن الإنسان يستعجل ويتعجل ثم يندم. أو تكون في خلق آدم خلق الإنسان من عجل أي خلق في عجلة، لأنه خلق بعد العصر يوم الجمعة، فلما خلق الله عينه ورأسه وأذنه وأنفه ونظر استعجل ربه في إتمام خلقه قبل أن تغرب الشمس، هكذا يقول بعض المفسرين من السلف، والله أعلم بصحة هذا. إذن إما أن يكون خلق عجولا أو خلق بعجلة. وإن قيل إن الإنسان اسم جنس وليس خاصا بآدم عليه السلام، فالمقصود أن الإنسان خلق من عجل، يعني لكثرة ما طبع على العجلة كأنه خلق من العجلة، مثل ما يقال أنت من اللعب أو خلقت من اللعب لكثرة ما فيه هذا الإنسان من اللعب. إذن خلق الإنسان من عجل، قال الله عز وجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إن قيل ما حكمة ذكر هذه الآية وهو أن الله خلق الإنسان من عجل، قيل لما ذكر أن المشركين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، قد يقع في نفوس المؤمنين استعجال العذاب عليهم حتى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لا، ترى الإنسان خلق من عجل، لا تستعجلوا العذاب على أعدائكم أو على هؤلاء المدعوين، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الأحقاف، قال ماذا آخر سورة الأحقاف؟ قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلى لا قبلها إيش؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،
يعني لا تستعجل لهم بالعذاب، لا تستعجل لهم بالعذاب. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستعجل لهم بالعذاب، لأن من طبيعة الإنسان أن يستعجل خصوصا مع شدة الأذى وكثرته عليه. قال الله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لعل هذا أيضا من الأسباب التي ذكر فيها أن الإنسان خلق من عجل، وهو أن المشركين يستعجلون بالعذاب فيقولون: هات العذاب اللي أنت تعدنا به. سبحان الله، أنتم في سعة، فلماذا تستعجلون العذاب على أنفسكم؟ لكن هذه طبيعة الإنسان، يستعجل كل شيء غائب عليه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون لكم هذا الذي تعدوننا به من الخسف والمسخ والعذاب والريح وغيرها، أين هو؟ ما جاء؟ لو كان كما تقولون حقا لنزل بنا. قال الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما استعجلوا بالعذاب. لو كانوا يعلمون حالهم عندما تأتيهم النار من قبل وجوههم ومن قبل ظهورهم ولا يجدون أحدا ينصرهم ما استعجلوا هذا العذاب، ولكن لكونهم يجهلون العاقبة ولا يؤمنون بالآخرة فهم يستعجلون. قال الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا حين، أي في الوقت الذي لا يستطيعون أن يكفوا فيه النار لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، لأن النار تأتيهم من كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وقال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني غطاء يغشاهم من فوقهم، فالفراش من نار والغطاء الذي يعلوهم أيضا من النار، والنار تأتيهم من قبل وجوههم وتأتيهم من أقفيتهم وظهورهم، نسأل الله العافية والسلام. قال: ولا هم ينصرون، أي لا ينصرهم أحد ولا يخرجهم من هذا البلاء الذي هم فيه. قال الله عز وجل: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، النار تأتيهم مباشرة من دون مقدمات، فتبهتهم تحيرهم، لا يدرون كيف يفرون منها ولا كيف ينقذون أنفسهم من لهيبها. تبهتهم أي تذعرهم وتخوفهم وتحيرهم، فلا يستطيعون ردها، ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون. وهذا من عظيم عقوبة الله لهؤلاء، وهو أن العذاب يأتيهم بغتة وفجأة، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها إيش؟ فتحت جايين هكذا، فتحت أبوابها. الواو هذه ما ذكرت في حق الكفار، لماذا؟ للدلالة على المباغتة والمفاجأة. أما في المؤمنين ماذا قال الله؟ قال: وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، كانت أبوابها مفتوحة قبل أن يأتوا، مثل ما يفتح الكريم أبواب بيته للضيفان قبل أن يدخلوا فيها. إذا كنت تكرم إنسان تلجئه إلى أن يطرق بابك ولا تفتح الباب قبل أن يأتي؟ تفتح الباب بل وتريه أنوار البيت والطيب تشم رائحته من بعيد، كما قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. قال الله عز وجل: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي يمهلون. قال الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
يا محمد، إن كان هؤلاء قد استهزأوا بك وسخروا منك وعابوك وقالوا فيك ما لا ينبغي أن يقال في مثلك مما هو محض افتراء وكذب، فاعلم أن مثل هذا قد قيل في الأنبياء الذين سبقوك، وهم رسل الله وصفوته من خلقه، ولا بد أن يسلك بك مثل ما سلك بهم، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ويبتلى الرجل على قدر دينه، وكل ما كان في دينك صلابة كان البلاء عليك أشد وأعظم. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، أي رجع بأولئك الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فبدل ما كانوا هم المستهزئين صاروا مستهزئا بهم، مثل ما قال الله عز وجل في أواخر سورة المؤمنون، قال الله عز وجل: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله أكبر. كذلك في سورة صاد قال الله عز وجل مبينا ماذا يقوله الكفار في ذلك الموقف، قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم قالوا بعد ذلك كلمة عجيبة متسائلين فيما بينهم، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ هل نحن بالفعل ما رأيناهم معنا؟ زاغت أبصارنا عنهم؟ أم أننا كنا نهزأ بهم وهم ليسوا محل للاستهزاء؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. سبحان الله. يقول الله عز وجل: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلأكم أي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي بدل الرحمن، مثل ما قال الله في سورة الزخرف: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إيش معناها؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، معناها بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لو شاء الله لجعل بدلكم أيها الناس ملائكة في الأرض. وهنا قال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن وغير الرحمن، ما أحد. فكيف تجترئون على الكفر به والاستهزاء برسله؟ وقيل في معناها كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: قل من يكلأكم من الرحمن، أو قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم من بأس الرحمن إن نزل بكم؟ لا أحد. وهذا استفهام إنكار عليه، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفونه كما ينبغي أن يعرف، ولذلك هم معرضون عنه، لم يعلموا بعلمه ولا بإحاطة ملكه ولا بشيء مما يستحقه الرب جل وعلا، ولذلك أعرضوا عنه واستهانوا به جل جلاله. ثم قال الله عز وجل: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل لهم آلهة تمنعهم من دوننا وتستطيع أن ترد عنهم ما نريد أن نوقعه بهم؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي لا تستطيع هذه الآلهة نصر نفسها، ولا هم منا يصحبون، أي ولا هذه الآلهة تجار منا، لا أحد
يجيرها منا إن أردنا بها سوءا، فكيف يظنون أن الآلهة يمكن أن تمنع عنهم السوء الذي يمكن أن نقدره عليهم أو نريده بهم؟ إذن ليس لهم آلهة تمنعهم من دوننا، وهذه الآلهة لا تستطيع نصر نفسها ولا تستطيع أن تستجير من عذابنا أو أن تصحب منا بخير. قال الله عز وجل: إذن ما الذي متع هؤلاء وغرهم فيما غرهم فيه؟ قال: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. بالفعل الذي يغر كثيرا من المكذبين في تكذيبهم هو طول أعمالهم، فكونه يقول أنا من 40 سنة ما شفت شيء مما يقال لي أنه سينزل عذاب على المكذبين وأن الله سيعاقبهم وسيمحقهم ويحيقهم ما حصل شيء من ذلك. أين هذا الذي يعدوننا به؟ نحن وأنا أبي أيضا بقي 80 سنة ما جاءه شيء مما يقوله هؤلاء الرسل. فيقول الله عز وجل: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، غرهم طول العمر. يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ أفلا يرى هؤلاء الكفار المكذبون أنا نأتي الأرض المحيطة بهم فننقصها من أطرافها لأنها تدخل في الإسلام حتى يضيق الأمر عليهم، ثم لا يشعرون إلا وقد أحاط بهم المسلمون وجاءت دولة الإسلام واجتثت دولة الكفر؟ وهذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الآية تعتبر بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن دولته ستكبر وأن دولة الكفار ستصغر، ثم يجتثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدين جزيرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها أحد له كلمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية مثل قول الله عز وجل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل: أفهم الغالبون؟ لا، بل هم المغلوبون المرذولون المهزومون. يقول الله عز وجل: لا تظنوا أني سآتي بشيء أكثر مما كلفني الله به، فأنا لم يطلب الله مني أن أخلق الإيمان في قلوبكم، إنما أنا لكم نذير، ولا أنذركم بشيء لم أبلغ به، بل أنذركم بالوحي لا أزيد عليه ولا أنقص منه، قل إنما أنذركم بالوحي، هذا الذي جئتكم به من عند الله لا أزيد فيه ولا أنقص منه. قال الله عز وجل: ولا يسمع الصم الدعاء. لكن أنتم صم بكم عمي لا تعقلون ولا تتعظون، فمهما دعوتكم وناديتكم وضربت لكم الأمثال وصرفت لكم الأقوال لن تنتفعوا ولن تستفيدوا. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الأصم لو أنذر ما يسمع الدعاء، لو صرخ إنسان فيه صرخة عاتية ما سمع. كذلك أنتم قد أصممتم آذانكم عن أن تسمعوا الحق مع ظهور الحق وجلاء أدلته، لكنكم أبيتم أن تستمعوا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة. واحدة ما هي يا رسول الله؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم إيش؟ تتفكر فقط، فكر في الذي أقول لك، فكر في هذا الوحي الذي جاء الله به إلي، ثم تتفكر. ما بصاحبكم من جنة، هذا صاحبكم تعرفونه، أنتم أعرف الناس به، ما به من جنون ولا به من مس، ما به من جنة، ما هو إلا نذير جاءكم بنذارة من عند الله، لو تأملتم فيها لوجدتموها موافقة للعقل
وموافقة للنقل. أن تقوموا لله مثنى أي اثنين اثنين، وفرادى أي يقوم كل واحد منكم وحده يخلو بنفسه ويتفكر. لكن إذا جلستم في نواديكم وجاءكم الحق، قال واحد من الناس لا لن نترك ما كان عليه آباؤنا، هذه دعوة ما سمعنا بها، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا لشيء يراد، وبدأوا يتكلمون، غابت عقولكم وسكت البقية وعمي الحق عليكم جميعا. لا، أنا أنصحكم يقوم اثنين ويجلسون يتناقشون بهدوء في الذي قلته لكم، هل هو حق أو باطل، وليذهب كل واحد يخلو بنفسه في حجرته أو في بريته ويسأل نفسه، هذا الذي جاء به محمد هل هو حق أو باطل؟ سيكتشف وسيعلم قطعا ويقينا أنه حق، ولن يرده عن ذلك خفاء الحق، إنما يرده أحد شيئين، إما الحسد أو الكبر. قال الله عز وجل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، مما يؤكد أنهم معتقدين، أنهم معتقدون للحق، عارفون به، أنه لو مستهم نفحة من العذاب، ما هي النفحة؟ أدنى شيء من العذاب أو طرف من العذاب كما قال ابن عباس، لو مسهم أدنى شيء من العذاب مباشرة استسلموا وقالوا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين، مثل ما قالته عاد وقالته ثمود وقالته الأمم المكذبة عندما نزل بهم العذاب، كلهم يقولون آمنا آمنا آمنا، لكن لا ينفع، إذا نزل العذاب انتهى كل شيء وانتهت المهلة. وهذا يؤكد لنا يا إخواني أن تكذيبهم إنما كان بألسنتهم ولم يكن حقيقيا، ولذلك قال ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن إنا كنا ظالمين، يعترفون بالظلم. وهذا يؤكد لنا ما جاء في بعض سور القرآن من مثل قوله جل وعلا وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها في الظاهر لكن أنفسهم مستيقنة بأنه حق. وموسى ماذا يقول لفرعون؟ قال يا فرعون، قال آسف، قال لقد علمت، يعني يا فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي الآيات التي معي، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم يا فرعون أن الذي أنزل هذه الآيات هو رب السماوات والأرض، بصائر بينة واضحة لا خفاء بها، ولكنك تجحد وتكذب وتفتري بأنها ليست آيات وأنها سحر، وأنت أعلم الناس بأنها حق من عند الله. قال الله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ثم يتهددهم الله عز وجل فيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نضع الموازين التي توزن بها أعمال العباد، وهل هي موازين متعددة أو ميزان واحد أو ميزانان؟ خلاف بين العلماء، وأكثر أهل العلم على أنه ميزان واحد، وإنما جمع لتعدد الأعمال ولتعدد الموزونين. فقيل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومعنى القسط أي ذوات القسط، أي ذوات العدل التي لا يمكن أن تخيس أو تميل أو تجور أو تحيف وتظلم، ميزان قسط ما يظلم فيه أحد. ومن هو الذي يوزن؟ هل هو العمل أو العامل أو الصحيفة؟ من كمال عدل الله أن الجميع يوزن، فالإنسان يوزن وعمله يوزن وصحيفته توزن، وهذا من كمال عدل الله، لأن ربك سبحانه وتعالى يظهر لك تمام عدله يوم القيامة
إظهارا بينا. ومن ذلك أنه يقول لعبده: يعني من تريد يشهد عليك يا عبدي في أنك كنت كافر ظالم فاسق عاصي متكبر فاجر؟ فالعبد يجدها فرصة ويقول: لا أرضى يا ربي شهيدا علي إلا من نفسي، لا أرضى بأن يكون شهيدا علي أحد إلا من نفسي، لأنه يعرف أن الملك اللي بيشهد يشهد عليه، وأن الرسول بيشهد يشهد عليه، وأن الصحيفة بتشهد عليه، فيقول: لا أرضى يا ربي شهيدا علي إلا من نفسي. وعند ذلك إيش؟ يخرس الله لسانه فتشهد يده ورجله ولسانه، ها؟ فتشهد عليه كما في سورة فصلت. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين العادلة التي لا ظلم فيها ولا حيف، ليوم القيامة كل شيء يوزن، كل شيء يوزن، حتى قولك سبحان الله والحمد لله توزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، إيش؟ ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. حتى هذه الكلمة توضع وتوزن. الله أكبر. فلا تظلم نفس شيئا. نفس، يقول علماء، نكرة في سياق النفي، فتعم أي نفس: كافر، مؤمن، طاغية، عادل، جبار، محسن، نبي، رسول. لا تظلم نفس شيئا، لا يزاد عليها شيئا لم تفعله، ولا ينقص منها شيئا فعلته. قال: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله هذه الآية شديدة على النفوس يا إخواني. إن كان مثقال حبة من خردل، ما هي الحبة من خردل؟ يكون مثل الذرة أو وزن الشعرة أو الشعيرة، وزنها يؤتى به يوم القيامة فتجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ستراه يوم القيامة حتى مثل رأس الدبوس من الدمعة يقاس ويراه الإنسان ويوزن. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. ما هي خائنة الأعين؟ هي ما يراه الإنسان بطرف عينه لا بوسطها. يعني وأنا أنظر إليكم، مرت امرأة في جانب الطريق فأنتم تروني أنظر إليكم، وأنا بطرف عيني وأنتم لا ترون أنظر إليها. يعلم الله ذلك ويدونه، ويأتي العبد يوم القيامة قد كتب عليه ذلك. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، جئنا بكل شيء، قليل عملك وكثيره. قالوا: حتى إنه يجد الإنسان في صحيفته حار وحر وبارد وبرد وأف وكل شيء، ما يترك شيء. فمنه ما يجازى عليه الإنسان لأنه محل للجزاء إذ هو من الخير أو من الشر، ومنه ما يحسب ليعلم الإنسان أنه لم يترك من عمله شيء، مثل قولك: هذا برد وهذا حر واليوم في هواء شديد. هذه الكلمة تكتب، لكن هل ستعطى عليها أجرا أو تكسب عليها سوءا؟ لا، لكنك ستراها وستندم إذا رأيتها، لأنك تتمنى أن لو وضعت بدلها كلمة تنتفع بها يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال: وكفى بنا حاسبين. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذه ما سنتحدث عنها، أو هذه الآية سنتحدث عنها إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم. اللهم
إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.